صار لازم استعجل ولازم اطي خبر لاخوي، لان اخوي 24 ساعه نايم حتى ما يعرف ايش قاعد يصير. يلا صار وصلت، يلا بس خليك قاعد جيجي قاعد يقعد على السريع. وشنو هالازعاج؟ شو تدي من عندي من الصبح؟ انت 24 ساعه نايم حتى ما قاعد تعرف ايش قاعد يصير بالقريه. شو قاعد يصير بالقريه؟ اي طبعا جيجي. ايش قاعد يصير بالقريه؟ انت اخبارك دائما ما اعرف شلون اخبار جيبي. جيجي شوف اسمعني، هسه القريه كلها خايفه، يقول راح تسقط نيازك على الارض وكلنا راح نموت. شو النيازك؟ اي طبعا. وشنو هالنيازك؟ انا ما اعرف شنو النيازك. جيجي يعني صخره كلش عملاقه راح توقع على الارض، اكيد احنا راح نموت. بس انا كلش خايفه، حتى بيوتهم عندهم دايموند وقول كلهم خايفين ما يعرفون شو يسوون. شنو؟ لا مستحيل، يعني قصدك نيازك هواي لو نيزك واحد؟ لا جيجي نيازك كلش هواي. بس انا كلش خايفه ما اعرف شو راح نسوي. جيجي احنا لازم نشوف النحل. لا مستحيل. زين اقول لك اختي، يعني اذا راح يوقع هذا الحجر من السماء اكيد احنا راح نموت. زين ايش راح نسوي؟ ما اعرف ايش راح نسوي جيجي، انا كلش خايفه. وبجد احكيك بهذا الموضوع حتى نفكر بحال. نفكر بحال، بس وش ما اعرف يعني شو اسوي شو حال، حتى انا ما اعرف. بس اختي باعي احتمال احنا راح نظل بالبيت واحتمال بيتنا يحمينا. شنو بيتنا يحمينا؟ لو جيجي مستحيل، احنا اصلا ما تمطر الدنيا اصلا هذا البيت كله راح يوقع. شلون تريد ان نزك العملاق يوقع علينا ما يسوي لنا شيء؟ تقصدين هو صحيح هذا بيتنا احنا بالمطر راس يسقط. زين اذا نزك شو راح يصير؟ وزين شو اسوي اني؟ بس باع اختي لا تهتمين، بس انا راح اطلع واسال المنطقه وارد اعرف شو راح يسوون حتى اني ما اشوف حل واسوي لنفسي. عاد يلا جيجي روح اسال الناس وشوف ايش راح يسوون حتى اسوي نفسهم. يلا روح. اوكي هي سانة تقربت. يلا خلي شوف الناس، حيلا ايش قد اكو ناس هنا متجمعين. خلي السلام، خلي شوف ايش قاعد يصير. مرحبا عمو. اهلا جيجي عمو، انا سمعت انك نيازك راح تنزل على الارض واحنا كنا راح نموت. اي صحيح جيجي، بس سمعنا خبر انه باقي له كم يوم وراح تنزل هالنيازك. شنو؟ بس انا ما اريد اموت، انا اريد اظل عايش. بعد جيجي خطيه قال يخوف. جيجي انت اصلا شكو عايش؟ انت فقير حتى ما عندك بس بيت ديرت، احسن شنو تموت وتخلص احسن لك. شنو؟ انا اريد اموت، انا تيجي عليك بيا، انت ايش قد مزعجه. بس انا شو اسوي هسه؟ انا ما اعرف شو اسوي. زين عمو ارجوك، يعني انا بيت الديرت راح يحميني؟ لا جيجي، هذا بيتك الديرت مستحيل يحميك، يحتاج حجر قوي حتى يحميك. طبعا هسه انا عندي دم تكوش هواي، وانا راح اسوي لي حفره وراح تحميني اكيد. يعني لو وقع نيزك انا كل شيء مو علي. شو راح تسوي حفره؟ واو تعرف انه عندي دايموند كل شوية وراح اسوي من الدايموند، وانا اكيد هذا النيزك ما راح ياثر علي بشيء. اوكي رانيا، لا هاي خوش فكره. زين ارجوك راني خلينا نجي وياك نقعد بالحفره احنا حتى ما نموت. شنو اجبك انت وياي؟ لا مستحيل، اصلا هذا الدايموند مالتي، مستحيل عليك انت وياي، مستحيل. يوم شو منه اخر على طريقي؟ ايش كنت مزعجه؟ ليش ايش تتصرف؟ معناه ايش قلت لها؟ يعني بس احمينا بالحفره مالتك لحد ما تروح النيازك. سوي شو سواني؟ لا مستحيل اسكت، انا لازم ارجع وافكر اسوي لهم حفره. يلا خل اروح. يا سانة تقربت للبيت، بس انا مستحيل اسكت، انا يوم راح اسوي لي حفره واحتمي بيها. يلا خل اروح على السريع، ولازم اختي يم تساعدني، لا ما اقدر اسوي الحفره بوحدي. يا اختي جيجي انت اجيت، وجيجي بس ايش راح تسوي؟ اختي انت ما تعرفين، بس انا حكيت ويا الناس شفتهم كلهم مجتمعين وكلهم يقولون راح تنزل النيازك. اول ايش راح نسوي جيجي؟ شفت العالم شو مسوي؟ زروني يا الغنيه شو مسويه؟ بس باعي اختي، انا فكرت اني ابني لي حفره حتى نحتمي بيها. ايش الحفره؟ بجي شلون جتك هالفكره حفره؟ اي طبعا، لاني سمعت هيرانيا الغنيه راح تسوي حفره من الدايموند، فقلت اني يمينه اسوي لي حفره من الديرت. ايش جيجي الديرت؟ شوف جيجي هذا الديرت ما راح يحمينا مستحيل. بس انا جت فكره ثانيه ببالي، ليش ما نروح نقول لرانيا انه نسكن ويا بهذه الحفره؟ شو تقول؟ نسكن ويا رانيا؟ طبعا هي من الدايموند وهذا الدايموند كلش قوي، ما تقدر هي يحميها. بس انت ايش قاعد تحكين؟ انت ما تعرفين ايش قد متعجرفه؟ انا قلت لها انه اجي اسكن وياك بالحفره مالتك، بس طردتني حتى ضربتني ما تقبل اي احد يسكن وياي. اخوي احنا ما يصيرش نبقى، تعرف ان هذا الديرت مستحيل يحمينا، لازم فد شيء اقوى. ما اعرف شو راح نسوي. اي صحيح، بس باع اختي اذا الديرت ما يحمينا حد شو راح نسوي؟ بس يلا اوكي خلي افكر، احنا ما يصيرش نظل ساكتين، يلا خلي نفكر. اوكي. يس ايش قد جمعت بلوكات دايموند، واو هسه راح اسوي له حفره من الدايموند واكيد راح تحميني، حتى اذا يسقط النيزك انا كل شيء مو علي. بس هذا والله جيجي الفقير يضحك، يقول لي اجي اجيب هذه الحفره؟ لا مستحيل، هذا الدايموند بس مالتي، مستحيل اخلي واحد يسكن وياي. بس لازم اطلع اسرع واستعجل، لازم اسوي الحفره مالتي. وين راح اسويها؟ اوكي انا هذا المكان كله زين، راح احط حوله سياج واحس هذه الحفره كلش قويه وهي راح تحميني من كل شيء، يعني كل شيء مو علي. بس لازم احفر هذا الجهه، بعد مسحين رد له هو شغل، يلا خليني احفر على السريع. يس ايش قد اشتغلت، بس هو صارت حفرتي اسطوريه. هسه بقى بس اخلي الدايموند حتى كل شيء يكمل، حتى
سويت لي منه درج يعني طريق الخروج. يلا بس لازم هذا كله اسوي دايموند. اي طبعا لان الدايموند كلش قوي. اي واو بعد هذه الجيم حتى بقيت انه اسوي الارضيه واسوي السقف حتى راح اسوي الجمال من الدايموند. يلا لازم اشتغل على السريع. اي طبعا اخاف اتاخر الوقت. يلا خلي استعجل. يس انا كملت الحفره مالتي. واو حفرت صوت كلش حلوه وكلها من الدايموند. ام تقدر حتى تحميني لان هذا الدايموند كلش قوي. حتى انا سويت لي باب وسويت لي درج. بس شو راح اسوي؟ انا حتى فكرت انه اسوي فيز. احتمال الناس راح يشوفون الحفره واحتمال كم بدهم يختبئون يمي. بس لا مستحيل اقبل. يلا اوكي خلي نوفيز. اي طبعا لازم بس انا ادخل هالحفره مستحيل اكو حد يدخل غيري. يلا اوكي بعد نوفيز. اي واو بس راح تكمل الحفره مالتي. بس هو صحيح بقى السقف وهم لازم اسوي من الدامود. بعد يلا خلي اكمل على السريع قبل لا تصير الدنيا ظلمه. يلا خلي اكمل. واني صار لي قد قاعد افكر بس لحد الان ما عثرت على حل. واني ما اعرف شلون راح احمي نفسي من النيازك. واني ما اعرف شو اسوي. شنو لحد هسه ما لقيت حل؟ زين احنا شو راح نسوي؟ وشنو بس انا افكر؟ ما تفكرين انت وياي؟ ليش بس انا افكر؟ شنو انا افكر؟ يعني انا اجيب الاكل من اسوء وانا اطبخ الاكل وانت شنو واجبك؟ واجبك بس تنام؟ اوه يلا يلا ايش قد مزعجه. يلا خل اطلع من البيت. بس انا ما اعرف وين راح اروح. قبل اشوف احد يعطيني فكره يساعدني. واني ما اعرف شو اسوي. بس شنو؟ واو لا 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 مستحيل. هاي شنو هالحفرة؟ هاي راني شو بصراحة كملت الحفرة مالتي. بس هاي راني الشغيرة انا قلت لها انه خليني ادخل وياك الحفرة حتى احتمي بس هي ما تقبل. بس واو شنو الحفرة الاسطورية. وانا متأكد راح تحمي نفسها من النيازك. هذا الدايموند كلش قوي بس انا ما اعرف شو اسوي. يعني اذا ساني سويت حفرة من الديرت اكيد ما راح تحميني وهم راح اموت. بس وش اسوي اني؟ لاني مستحيل اسكت ولازم اروح على اصدقائي وخلي اشوف بلكي يعطوني افكار. يلا خلي اروح. يس انا كملت ادي في الحفره. بس بوب صارت الحفره كلش حلوه. بس هسه شو راح اسوي؟ بس لازم اروح لبيتي ومن اللي اسمع ان النيازك بدت تقترب انجي هذا المكان احتمي. اي طبعا هذا المكان راح يحميني بس مستحيل اخلي واحد يدخل بهذه الحفره لان هالمكان بس الي. بس يلا هسه لازم اصعد واروح لبيتي ومن اسمع النيازك تقترب اجي هذا المكان. يلا خلي اروح. يس اجى الصبح. يلا اني خلي اقعد. بس واني كلش ضايج هالايام يم قاعد اعثر على حل. حتى البارحة رحت يم ذول اصدقائي وكلهم خايفين حتى يقولون راح نهرب. بس انا ما اعرف شو راح اسوي. انا كلش محتار. جيجي واخيرا تقعدت. شوف جيجي انا كنت افكر بس واخيرا اعترت على حل. اعترت على حل؟ طبعا جيجي. زين شنو هذا الحل؟ انا البارحة تدقت ذول اصدقائي ما ساعدوني. جيجي شوف ما عندنا بس هذا الحل انه تروح انت للكيف وتجمعنا الصخر حتى نسوي حفرة مثل حفرة رونيا. يعني احتمال راح تحمي احسن هذا الديرت اللي عندنا. هاي صحيح تقصدين الصخر. بس هو الصخر احتمال قوي بس احتمال هم مو قوي الصخر. جيجي احسن ما نبقى شي قاعد يمنع. شو راح نسوي؟ على الاقل هذا الصخر احسن يعني نسوي حفره ومتاكد راح تحمينا. شو تقول؟ هاي صحيح وانا اعرف ان الصخر اقوى من الديرت بس احتمال يحمينا. لعلي طبعا انا ما عندي غير حل لاني دماغي راح ينفجر وما عثرت على حل. اي كل الزيت. يلا اوكي بح اختي بس انا راح اروح على السريع للغابه اشوف لي كيف حتى اجمع من عنده صخر واجي على السريع. اوكي اوكي يلا جيجي لا تستعجل. اوكي اوكي. يس انا تقربت للغابه. انا اعرف انه كيف هنا موجود بيه حجر هوايه. واو يعني لازم اجمع حجر حتى اسوي حفره على السريع واسوي مثل حفره رونيا. بس ولو اني ضايج انا اعرف انه هذا الحجر يعني مو كلش قوي. بس هو شو اسوي احسن من الديرت؟ لان الديرت كلش ضعيف بس على الاقل شوي الحجر احسن. يلا اوكي خل ادخل على السريع ولازم اجمع. بس يلا اوكي خل اجمع منه بس لازم اجمع كلش هوايه حتى طبعا راح اسوي حفره كلش كبيره واسويها مثل البيت. يلا خل اجمع. ايوه اخيرا هساني صار ليش قد قاعد اشتغل حتى اني تعبت. بس هسه اوكي صار عندي كابل ستون كلش هوايه وانا متاكد راح اقدر اسوي حفره بباب. يلا هسه لازم اروح على السريع حتى بد ما اتاخر لاني سمعت انه هذا النازك باقي له يوم مدري يومين وراح تسقط على الارض وانا ما يصير اظل هنا. يلا خلي اروح على السريع. واي وين جيجي صار؟ صار لي ساعة تضرب هذا المكان ولا حد يسمع جي. ما متأكد اني جيجي ما راح يجيب لنا شيء لان هذا جيجي كلش كسول. بس راح اسوي؟ حتى سمعت بقيام وتسقط النيازك. بس شنو؟ ذاك جيجي يجي كل زين. عاد يلا خلينا ننتظره. يس انا رجعت المدينة وجبت كابل ستون كل شوية ومتأكد هسه اكمل الحفرة مالتي. جيجي واخيرا جيجي. هلا اختي. ليش قد انتظر كوش تأخرت؟ لا لا طبعا انت ما تعرفين ايش قد جبت كابل ستون. انا رحت للكيف وكسرت هذا الستون وجبته. واو زين جيجي احسن من جيت هذا راح يفيدني. اي ما اعرف اني. بس يلا اوكي احنا وين راح نسوي الحفرة مالتنا؟ اوكي راح اسوي مقابل حفرة رانية. بس جيجي تحتاج حتى تحفر. اه صدق انا احتاج شفر بس هو ما جايب الشفر.
طولاني. جيجي شوف انا جبت الشفل وياي، قلت اكيد جيجي راح يحتاج. لا عاد يلا اوكي، بس لازم اقعد اكسر على السريع حتى اكمل الحفره، وراها اخلي هذا الكبل ستون. يلا خليني اكسر. حيل لسان ايش قد تعبت، بس واخيرا قدرت اكمل هاي الحفره اللي راح تحميني من النيازك بابا. يلا لساني خل اقوم، لازم اسحفر وكمل، لازم اسوي لي درج حتى وراه ابدي ابني من الكبل ستون. يلا خلشتهم على السريع، بس لازم هذا كله اكسره. بس حيل هاي رجلاني حافر واني محاسب بابا. يلا اوكي كل زين. هي طبعا الحفره كل ما تكون كبيره راح تحميني اكثر. طبعا انا يعني ما راح استخدم لا دايموند ولا شيء، وراح استخدم الكبل ستون، والكبل ستون مو كلش قوي. سوني شو سواني، ما عندي غير بس ديرت وكبل ستون. بس يلا خليني اكمل على السريع حتى اطلع من هذا المكان. يلا خليني اكسر. يلا بعد هنا نبغى قليل يكون للزين. يا ساني راح اطلع، واو. يا ساني كنت طلعت، يلا ابقى بس هوية. يلا خليني اطلع، واو. واو صارت حفرتي كلش كبيرة. ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تحفر؟ رونيا بس بعرونيا اقول لك انا قاعد احفر حتى راح استخدم الكبل ستون. قاعد تسوي مثلي مو بس جيجي، مستحيل يصير مثلي. يا اني اصلا الدايموند، انت تصير من الكبل ستون. هذا اكيد ما راح يحميك، بس يوقع عليك النيزك ونتخلص من عندك. تخلص من عندي وتجي تحكي. بس اسمعيني رونيا، اقول لك ارجوك خلينا نسكن وياك بالحفره مالتك، لان انت مستخدمه الدايموند والدايموند كلش قوي. لا مستحيل هذا الشيء، هذا الشيء بالاحلام. يلا سوني خل نروح لمالت المكان. ايوا ايش قد مزعجه هاي الغنيه، طبعا يوم كلش متعجرفه حتى ما تقبل تساعدنا. يعني راح اقولها راح تسقط النيازك واحنا كنا راح نموت، بس هي ما تسوي شيء. بس يلا نيمة علي بيه، ولازم هسه انزل جوا واشتغل على السريع واخلي هذا الكبل ستون. يلا بداون راح اخلي، اوكي خلي خلينا، يلا خلي اشتغل. يلا سوني خلي خلينا، ابي بداي راح اسوي الارضيه وراح ادي اسوي الجدران. بس كله راح اغير المكان. شو هاي؟ ابني انت ايش قاعد تسوي هنا؟ خالتي ما تعرفين، انا قاعد اشتغل واسوي لي حفره حتى احمي نفسي من النيازك. ابني بس شنو هاي الحفره؟ بشوف ابني، تعرف ان هذا الكبر ستون ما راح يفيدك، مو كلش قوي. شنو بس تعرفين خلاني كلش فقير، واني عندي بس ديرت، يعني ما عندي غير شيء. بس شوف ابني، انا جت لي فكره ببالي وما تقدر الفكره راح تفيدك. شنو الفكره؟ هاي كل زين، يعني خاله انت راح تساعديني وتعطيني الدايموند. الدايموند؟ لا ابني شو هذا الدايموند؟ اصلا حتى الدايموند مو قوي. بس شوف ابني، انا اعرف اكو شخص هو من شان شاب راح العالم الاند وجاب بلوكات بيدروك، وهي اقوى بلوكات بالعالم. واو، بس خلاني اعرف انه هذا عالم الاند، يعني مستحيل احد يوصل له. ثاني شيء هذا حجر البيدروك كلش قوي، بس مستحيل يكون عنده. لا لا عندي ابني، بس هو هسه كبر وصار رجل كبير، بس هذا البيدروك بعد ما يحتاج بشيء. ام تقدر طلبت من عنده هذا الحجر؟ اكيد راح يعطيك اياه. واو لا لا مستحيل، بس خالتي تعرفين البيدروك هو اقوى حجر بالعالم. واو لا ايش قاعد اقول لك، نسوي بالحفره هذا كلش قوي وما تقدر يحميك. لحد يلا اوكي، بس خلاني ما عندي العنوان هذا الشخص، تقدري تدلي على عنوانه؟ طبعا طبعا ابني راح اعطيك العنوان. اوكي اوكي. هي سوني جت لهاي الغابة، أنا جيت على العنوان. هي هاي المرة الكبيرة أعطتني هذا العنوان وقالت لي هذا الرجال عايش بالغابة، بس أنا ما أعرفه، لازم هسه أطلع بعد لقدام. بس يلا أوكي خليني أشوف وين راح أوصل. قالت لي إنه بيته كلش كبير. واو صحيح هو هذا بيته. يلا خليني أروح على السريع، بس أنا ما أعرف راح يقبل ينطيني هذا الحجر أو لا. بس أنا شو أسوي؟ أنا ما عندي غير حل إني بس آخذ حجر البيدروك وأسوي الحفرة مالتي من حجر البيدروك. واو. يلا خليني أروح على السريع، بس لازم هسه أستعجل حتى أكمل بنائي، لأن احتمال اليوم بالليل يسقط هالنيازك. يلا هسه أنا وصلت، يلا خليني أدق الباب. افتحوا الباب، افتحوا الباب. يلا سوني خل انتظر. اهلا اهلا ابني، تفضل. يا انت موجود؟ مرحبا عمو، انا جيت عليك محتاج من عندك مساعده. شنو ابني محتاج مساعده؟ اوكي شنو المساعده اللي تحتاجها؟ عمو انا جيت عليك اعرف ان انت من كنت قبل، يعني كنت شاب رحت العالم الاند وحتى جبت حجر البيدروك، وانا هذا الحجر كلش محتاجه، لان قاعد اسويه حتى حفره كلش كبيره حتى احمي نفسي من النيازك. اوكي اوكي ابني، اي صحيح اني من رحت العالم الاند جبت حجر كلش هوايه، حتى ساني عندي هنا تحت الارض مسوي لي مخزن كله من حجر البيدروك. بس اذا تريد ابني، بس انا راح انطيك من هذا الحجر. شنو راح ينطيني من هذا الحجر؟ واو يا ساني خل انتظر، اذا انطاني حجر حتى اسوي الحفره مالتي من هذا الحجر. واو يا سات اجي يبا ابني، بس انا جبت لك هذا الحجر، هاك اخذه. بس ابني اهتم اهتم بهذا الحجر، يا راح يصير عندك اقوى حفره بالعالم. اي صحيح راح يصير عندي اقوى حفره. واو انا كلش اشكرك عمو لان انت ساعدتني. لا لا ابني لا تهتم، بس يلا استعجل ابني، لازم تكمل الحفره مالتك. اوكي اوكي عمو، يلا ساني خلي استعجل وروح ابني، يلا خلي اركب.
يس انا جيت اركض ولازم اوصل للحفرة على السريع حتى اكمل بناي ونفس المرة حسوي من البيدروك. واو هذا الحجر اسطوري، انا متأكد راح يحميني من النيازك. يلا خلينا ننزل بس لازم اوكي شو اسوي، خلينا بس لازم ابد ما اخطأ، هذا الحجر كلش قوي حتى ما ينكسر. يلا خلينا اشتغل بس لازم كله اسوي هذا الحجر. واو وشنو جيجي؟ اختي ما توخر نسوت ان هذه الحفره. ايوه بس جيجي هذا ملك هذا الحجر. انتي متحرفين اختي، انا رحت على شخص عايش بالغابه وطلع انه هذا الشخص راح العالم الاند وجايب وياه هذا الحجر البيدروك. جيجي هذا حجر البيدروك انا حقرني على الكتب، وهذا اقوى حجر بالعالم. هذا كلش قوي، هذا حتى اقوى من الدايموند. بس باي اختي بس انت لازم تساعديني، انا راح انطيك هذا البيكاكس وانت تكسرين، راح تكسري هذا اوكي وانا راح اكمله واسوي من البيدروك. اوكي اوكي لا عاد يلا راح اكسم هذا الجي وانت احفر لي الجي. اوكي جي جي اوكي اوكي يلا هسه لازم اشتغل على السريع حتى تكمل الحفره. يلا خلينا اشتغل. يس انا كملت الحفره مالتي بقى بس السقف، بس الحفره صارت كلش حلوه. بابا هو هذا المكان اللي راح اختبئ بيه وراح اكيد راح يحميني من النيازك. يلا خلص عد فوق واكمل السقف. واو يلا اوكي بس هوني مو بس لي نفسي راح احمي نفسي وراح احمي حتى الناس، يعني الفقراء اللي ما عندهم مكان يختبئون بي راح اجيبهم واخليهم يجون وياي. يا بابا يلا خلص اشتغل حس لازم ما اتاخر. يلا خلص اشتغل. شنو جيجي ايش قاعد تسوي؟ رانيا تعبان لك هاي بلوكات. شو جيجي حتى لو تجيب اي بلوكات مستحيل نفس الدايموند، الدايموند اقوى شيء. الدايموند اقوى شيء؟ لا اصلا انت ما تعرفين انه هذا البلوكات هي اقوى من الدايموند. ايش هاي البلوكات؟ اي طبعا. لا مستحيل اصلا ماكو اقوى شيء هو الدايموند، صدقني اقوى شيء الدايموند. اختي يا روني انت ما تعرفين انه انا عندي بلوكات البيدروك وهاي اقوى بلوكات بالعالم. اوكي جيجي يعني انت تتحداني وتقول هاي اقوى من الدايموند؟ اي طبعا اقوى من الدايموند. يلا اوكي جيجي شوف ايش راح اسوي سوني، راح اجيب تي ان تي واجرب اختبر هذه البلوكات واشوف تتكسر او ما تتكسر. يلا خلينا نروح على السريع. تي ان تي ايش قاعد تسوي راني؟ شو راح تجيب تي ان تي؟ بس يلا اوكي هي حتى لو تجيب تي ان تي انا بلوكاتي اقوى. يلا اوكي لازم اكمل على السريع. يلا جيجي شوف هاي بلوكات التي ان تي وخلينا نجرب نشوف يا هو الاحسن، يعني الدايموند له هذه البلوكات مالتك. عاد يلا اوكي بس يلا اوكي هسه بداية خل اكمل مالتي السقف وراح تشوفين ان انا بلوكاتي اقوى. بلوكات اقوى؟ لا مستحيل. يلا كمل جيجي وخلينا نشوف. اوكي اوكي يلا خل اكمل على السريع. يس انا كملت الحفره مالتي. واو انت كوش تضحك، انت قاعد تشتغل وتكمل بناء وانت ما تعرف هسه بالتي ان تي كل هذا راح يروح. كله راح يروح. هذه البلوكات يعني مو قويين. بس يلا اوكي بعراني انت اذا تفجرين تي ان تي لازم انا مفجع الحفره مالتي كم تي ان تي. طبعا وخلي نشوف من القوي. يلا اوكي شوف هاي بلوكات تي ان تي الك وهاي بلوكات الي تي ان تي وخلي نشوف من الاقوى اني لو انت. شوف حتى هاي ياخذ الفلنت. يلا اوكي هسه كل زين. لا يلا راني هسه خلي مالتك تي ان تي وخلي نشوف ايش راح يصير. يلا اوكي خلي تينا. ايوه كلش راح يتفجر. اي طبعا بس كلش خايف ليتفجر مالتي الحفره بس بعروني. لا لا اوكي هاي بدايه كسريه 106 بقناه احتمال يتفجر البيت مالتي. اوكي اوكي يلا ما يخالف راح اشيل هنا بس ورا خليه هنا مو متاكد المكان كله راح يتفجر. يلا اوكي روني يلا شغلتي انت خلي شوف ايش راح يصير. اوكي اوكي يا سروني خلت التي ان تي بس خطيروني الضحك هي ما تعرف ان هذا الحجر ما يتاثر بالتي ان تي. اوكي سروني خلي الشغل هذا يبغى من التي ان تي بس يلا اوكي واو لا مستحيل ما صار هذا الشيء. معقول هذا يكون اقوى من الدايموند؟ لا مستحيل هذا الشيء. عاد يلا اوكي روني هسه انت فجرتي بس باي انا الحفره مالتي ما صار فيها شيء. واو هاي اكيد راح تحميك من يوقع النيزك بس يلا اوكي سوني خل اجرب على حفره رانيا خلي التي ان تي. يلا اوكي وانا خلي واحد هنا وبعدين اخلي واحد هنا. شوف جيجي لازم اشغل اتوقع حس الدم تكشم علي وكشم راح يصير بي هسه شوف. لا 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 مستحيل خطيه ما تعرف ان حفرته راح تتكسر. يلا خلي شغل هاي شغل هاي يلا خلي اربع على السريع خلي اشوف ايش راح يصير. اوكي طب واو مستحيل يبا عيروني ايش صار بالحفره مالتك هاي انكسرت الحفره. لا توقعت الدم كلش قوي بس شو هالبلوكات هاي عندك قوية؟ اي طبعا رانيا انا عندي اقوى بلوكات بالعالم وانا متاكد راح تحميني من نيازك بس انت خطيراني انت راح تموتين. طبعا يلا شاني خلو انزل جوا ولازم اكمل الحفره مالتي حتى راح اجيب الاثاث مالتي واخلينا وراح اصير كلش حلو. واو لا مستحيل وشو صار هذا الشيء؟ يعني الدامات كلها تكسر ولا بلوكات جيجي اقوى من البلوكات اللي عندي وانزين ايش راح اسوي؟ هاي كذا النيزك ما راح يسقط علينا هاي كله راح يتهدم شو راح اموت؟ لا مستحيل انا ما يصير استسلم لازم افكر بحل ثاني مستحيل استسلم.
يساني كملت وثت موتي الحفرة، حتى شو حسوي؟ راح اجيب الناس اللي ما عندهم مكان يختبون بي، راح اقول لهم تعالوا هاي الحفرة مالتي اكيد راح تحميكم. واو يلا ساني خل اطلع على السريع، ولازم اصيح الناس لاحتمال اليوم بالليل اتقرب النيزك، واكيد راح يسقط اليوم بالليل، بس انا مستحيل اخليهم يموتون، انا لازم اساعدهم. يلا خل اروح. يا سيج الليل، بس انا بعد ما يصير القناة انا لازم ادخل الحفرة واحتمي بيها، حتى اني اعطيت خبر للناس وجوا قد ناس والبقية هربوا ما عرفوا وين راحوا، بس يلا اوكي، بس انا كلش اخاف احتمال راح تجي النيازك. يلا خل انزل. من هاي جوني انتظرني، انا قاعد احكي وياك جيجي. رانيا؟ نعم رانيا. شوف جيجي، انا كنت افكر اني ابقى بالحفرة مالتي، بس هالحفرة مالتي مو امينة، تعرف مثل ما شفت اليوم هذا كله تكسر وراح، وانا كلش خايفة، انا اريد احش ما اريد اموت. شنو رانيا؟ بس انا ما فهمت عليك، شنو قصدك رانيا؟ جيجي انا اريد ادخل بهالحفره مالتكم، انتوا بلوكات كلش قويه وما تقدر تحميني. هاتي تدخلي الحفره مالتنا. جيجي. بس رانيا انا من قلت لك اريد احتمي يمك انت ما قبلتي. شنو جيجي؟ ارجوك سامحني جيجي ارجوك، بس انا كلش خايفه وانا خاف اموت، انا ما اريد اموت اريد اعيش. تحت. يلا اوكي رانيا، بس بعاني المره ما يخالف راح اسمح لك تعيشين بالحفره. اسمح لي. يوا اوكي جيجي، يعني تقبل تدخل بهذه الحفره عادي؟ اي طبعا رانيا، يلا تعالي بعد، داك موجود بقى سرير واحد، يلا خذي لي السرير. ايوه ايش قد ناس هنا موجودين، بعد يلا اوكي جيجي اروح اخذ هذا السرير واحتمي. اوكي اوكي يلا ساني خلي جينا، بس ساني كلش خايف احتمال بقى شويه وراح تجي النيازك، بس انا متاكد احنا راح نعيش، يعني احتمينا بهذا المكان بابا. يلا خلينا نام. ساني قاعد يريد ينام، بس ايش قاعد يصير؟ ايش الاصوات؟ معقول هاي النيازك بدات تسقط؟ انا قاعد اسمع النيازك احتمال بدات تسقط، بس احنا ما حنيش صدقني، لي هو بلوكات كلش قوي او تقدر تحميني. صحيح هاي بلوكات البيدرو كلش قوي يا بابا. بس بعد انا احنا ميسي نطلع لحد ما تخلص هالنيازك قاعد تسقط، حتى ورا نطلع ودي شوف ايش قاعد يصير، بس المهم انه احنا بقينا عايشين وما صار بينا شيء بابا. يلا ساني خل اقعد، بس انا ما اعرف اذا صار الصبح او لا، بس انا نمت كل شويه واحتمال اجى الصبح. يلا ساني خل اقعد، حتى ما قاعد اسمع صوت انفجار. اجى الصبح خير. يلا روني صباح النور. اجى الصبح. يصح اجى الصبح. ايوه حتى انا ما قاعد اسمع صوت انفجار. يلا خل نطلع، بس اتوقع صار وضعيه امان. يلا خل نصعد على السريع. شوف المدينه شو صار. لا مستحيل بيتي ولا بيتي كله تهدم. انا حتى بيتي كله تهدم. شو صار؟ انا سويتها كلها تهدمت. لا 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 النيازك ايش قد قوي النيازك، هيك فجرت الارض مالتنا. سبحان يعني جيجي صار له سوني بهذه الحفره، جا سوني متت. هاي صحيح جيجي، انا جيت بهذه الحفره مالتك وهم زين اني بعدني عايشه. ايوه بس هم زين روني انت ما بقيتي بالحفره مالتك، هم زين جيت يمي. طبعا بس جيجي انا كلش اشكرك، يلا ما انت قلت لي تعال دخلي بهاي الحفره، جا سوني متت. هاي صحيح، بس يلا اوكي روني انت لا تهتمين، احنا صرنا اصدقاء، بس هوني كلش مقهوراني بيتي كله تهدم، حتى ما عندي فلوس اقدر اعمر البيت. وانا عندي هذا الدايموند وهذا راح اخذ الدايموند، وكل راح نعمر هاي المدينه كلها ونرجعها مثل قبل. يعني تيرونيا راح تنطين دايموند ان نعمر المدينه؟ طبعا جيجي، انت بس ما ساعدتني وخلتني ادخل بهذه الحفره مالتي، وهي نقذتني خلتني ابقى عايشه، انا راح اساعدك وراح نبني البيوت مالتنا. ايوه. ولينا حبايبي وصلنا الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه، نشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.